النهاردة هنشوف سوا محطة الإطفاء مونتي باندي اللي فيها رجل الإطفاء سامي. محطة كبيرة ومليانة تفاصيل، وطبعا فيها لمبات إنذار، مركز عمليات، ماسورة التزحلق، وحاجات تانية كتير. بس الأول لازم نطلع كل حاجة من العلبة سوا ونبص سوا على كل التفاصيل والمميزات. دي كل حاجة في العلبة وكل حاجة ممكن نحتاجها، استيكرات وحاجات تانية كتير. هنركب الأول كل حاجة وهرجع لكم تاني في لحظات. كل حاجة بقت جاهزة، الترتيب خد حوالي 20 دقيقة. وهنا نقدر نشوف أول حاجة، الباب الجرار. الباب ده سريع جدا في فتحه وقفله عشان سرعة إنجاز المهمة. من الجنب في سلم يطلع على باب الدور التاني. تعالوا بقى دلوقتي نبص على كل حاجة من الظهر. في حاجات كتير قوي في الظهر، مثلا في الدور الارضي هنلاقي ارفف محطوط عليها معدات الانقاذ وطفايات الحريق، انابيب اكسجين، كشافات طوارئ، فاس، دولاب، لبس المطاف، وحاجات تانية كتير. وفي فوق الدولاب شنط طوارئ صغيرة. ولما نيجي بقى على اليمين هنشوف لوحة تحكم العمليات، ميزة جميلة فعلا لأنها بتشتغل بالبطاريات. هنفتحها الأول من ورا هنا، ولما بندوس على الزرار ده الشاشة بتنور وبتوضح لنا فين مكان المهمة أو العملية اللي جاية. كمان السرينة بتشتغل عشان نعرف إن في حالة طوارئ حاصلة. تقدر كمان تقعها بحضرة الضابط ستيل هنا عشان يقدر يراقب الشاشة ويتابع عمليات البونتي باندي. تعالوا بقى نجرب دي الاستراحة المشهورة في مسلسل التلفزيون. هنحط بس الشخصية مكانها هنا، والشخصية في الحالة دي الضابط ستيل. وبعدين هندوس على الزرار اللي فوق ده ونشوف ايه اللي هيحصل. الضابط نزل بسرعة جدا من الدور اللي فوق للدور اللي تحت. تعالوا نبص تاني على المبنى من قدام عشان نشوف لمبة السرينة سوا. عندنا الزرار ده بيشغل سرينة الطوارئ وبتنور وتطفي. حقيقي الموضوع جميل وشيق جدا، كمان مليان مميزات. أتمنى إن الفيديو يكون عجبك. هتلاقي هنا فيديوهات تانية كتيرة لو حابب تشوف تاني. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو ده واشترك في قناتنا علشان يوصلك أي فيديو جديد.